جاي سيدي خويا. طفلة تقول الأرض تشقت وبلعتها. أما مزيت الإثنية واحدة. ممكن لقاتش شكون وصلها للدستور. من وش أنت اللي شفتها قبيلة قدام باب الدار؟ يطلعش بيا ماجري. تحكي على قاسم ولد بنتي عربية. لا لا، هذاك أبوه زلاسكي من القروان. عجل المحت في رجله شامة تشبه اللي عندي ناو وفي نفس المضرب. خاتم الدم؟ اي خاتم الدم. اعمل به اللازم. انت توا باش توقف الصرف وتصرح لسيدنا بالعجز. سامحني سيدي مصطفى ما نجمش. بابا ولد شيخ الاسلام كبير وماخذ. ما يهمنيش. راك فوت سن الزواج بعامين، وين تحب نمشي معاك؟ شو تحبهم يقولوا عليا مالي حاضره؟ يحكم في البلاد وما نجمش يحكم في بنته؟ فاش تقرا؟ ذوق الحمامه. توجب من الوكيل عبدكم الحقير إعلامكم إيقاف الصرف خشية وقوع العجز عن القيام بما يلزم العسكر من الكسوة وجميع ما تشتريه الدولة. تحبني نصرح العسكر؟ ما لا أكتب خط يدك. إذا تصير ضرورة من التصريح أنت المطلوب به، وربي راه حطوا لي سيف على رقبتي لنصرح حتى عسكري. سيدنا كي تجي تشوفوا برشا عساكر باهية راه ما قلتلكش لا، ما راهي الكثرة ما تخليهمش يقوموا بالواجب كما ينبغي. أنت نجمة؟ لا مانيش نجمة. وأنت شحاجتك عندها نجمة تسأل عليها؟ قول لها ترمي سيف سريع فوق راسها سيدي الشيخ حشتو بيها تو في المشهد. لما حديث قاعد يدور لله تجا متقلقة وجابوا لها الطبيب. شطلع عندها؟ طلعت حبلة وسيدنا من اللي سمعها مشى بحذاها. ما تعمليش فيها الشريفة، أنا راني صاحب كيوف وكيستي مليانة ويدي مفلوقة للناس اللي نحبهم وندفع أكثر من اللي عرفتهم أنت في سيدي مردوم. أنا كي حطيت نجمة في راسي مش جايتك باش تنحيها لي منه. أنا من رأيي نوقفوا الهدرة لهنا خير الناس كل. وأنا ما نحبهاش تقفوني. أما للي عايشة قالت لك حاجتي بيك توا. والله ما نجم أكجو. قولها شغالة تخبل وتتضح فيه. الطفلة تاجة هذية مش تولي تهدرس علينا، بدات تطلع في جريناتها. وطفل يعني ملأ. أما وريني عاد من بعد شو باش تعمل كي تولي هي أم وحيد سيدنا. شكون قالي أنا ما نجمش خرجك منه؟ وكي صغير ما يجيش ياي. مازالت صغيرة. يمشي صغير يجي صغير. لازمها تقفى باش يرجع لهداه في السرايا والبلاد. اش ظهرت تفاتر يا خير الدين؟ بخصوص لازم تكساوي العسكر ينتج لحساب بلي الدولة عندها دين بن عياد بقيمة 5 ملايين مريالات صغيرة سيدنا. مالا عنده الحق محمود وهذا اللي قاله. وش قلت لك يا حمد اللي محمود تربيت يدي وما كلمنا على ماله كان على خاطره مستحق؟ حضر المحمود تسكرة يتفحى المأمور دار الجلد. يعطيك صحة يا خير الدين. هكا باش نعمل بنصيحتك ونسكر مصنع الملف. عذر له يا حمد المرسول باش تلاب الحكاية. تفويض مني باش يتحدث فيها الهدرة مع قنصل فرنسا. حاضر سيدنا. حكا ما سمعتش رأيك في هذا تنقيس العساكر. نخاف سيدنا رأيي ما يكونش من رأيكم. ما يسالش، المهم اقنعني. سيدنا أنا رأيي ما دام حول المالية ماهيش مناسبة، تولي قيمة الجيش مش في كثرة العساكر. إما لفاش. عسكر في قيمة 10. خير من 10 في قيمة عسكري. وفوق هذا الدولة تربح 9 رواتب كاملين. تو نشوف تو نشوف. خير الدين، كيفاش تنصح بغلقان مصنع وقت اللي هو يكفينا من شر جبال الملف من الخارج ويمنع مدان لدين على موال الدولة؟ كيفاش؟ الوقت فات سيدي أحمد. الصباع المريض يتقص خير من اللي تتقص اليد كاملة. بالعربية الخزنة فارغة. وكل ما يزيد نهار كل ما دين الدولة يزيد يكبر الفايدة للأجانب. على القليلة العساكر كما قال سيدي صاحب الطبعة أمر مقدور عليه. أما البراني على حقه ما يوطيش عينه. يا محمود، صفيت حصة قمح عساكر المحمدية ولا مازلت؟ صفيتها سيدنا، عندي مدة وما قمحت تونس. شنو يا باشا؟ رجعت رأيك ولا مازلت؟ الرأي اللي ما يعجبكش يا سيدنا بالنسبة لي أنا معدوم. ما تدخلنيش في الباب وتخرجني من الخوخة يا مصطفى. استغربت حتى انك كيفاش تشير عليا بتنقيس العساكر وانت زميمهم. سيدنا انت شاورتني في المصلحه والواجب علي اني نصدق بنصيحه. غدوة تعطي حمد قائمه في المسرحين ان شاء الله. بعد اذنك سيدنا. ايوا كيفاش يا محمود؟ سيدنا التذكره اللي عطاها لي سيد احمد ماهيش بالشكل اللي قبلها عليا مامور دار الجلد سيدنا. علاش؟ على خاطر التذكره سيدنا ماهيش راس مالي قابل للتسديد، هي مال ناض بحسابي. معناها دين على الدولة الفايتة. إيه شنو هو المشكل؟ كما حدثتك سيدنا،
المشكلة عندي بعض الديون حال الأجل نتاع تسديدها، والتذكرة بالشكل اللي وردت عليه لا نجم نصرفها ولا حتى نرهنها باش نفك ضيقتي سيدنا. وش قلت لك تعطي محمود تذكرة تدفع مال ناظر؟ سيدنا لو ما تقدمش نظيرها تعاودها على النحو المعمول به للصرف. سيدنا غدوة تلقى التذكرة نتاعك مختومة. ربي يفضلك لينا سيدنا وربي يطول في عمرك. سامحني سيدنا، حبيت ناخذ إذن حضرتكم العالية في السفر لفرنسا. الواش ماشي لفرنسا؟ سيدنا باش نداوي، عندي حشاك الكلاوي نتاع عبيني. وقتاش عزمت؟ الجمعة الداخلة بعد ما وافقتكم سيدنا. باهي، ربي يسهلك. ربي يفضلك سيدنا وربي يدوم عزك. زارتنا البركة. وانت محل كل البركة يا سيدنا. وهالختار سعيد. ما يخفيكش يا سيدنا اللي دار بن عياد ليها سلف قديم في خدمة عائلتكم البوعجت. نعرف يا محمد نعرف. وكان ما جيتش متأكد من ولاء عائلتكم لينا ما كنتش تسمعك بالكل. لكن يا سيدنا اللي عزم عليه ولدي محمود يشين هالولاء متاع دار بن عياد لحضرتكم العالية، وهذا شيء ما نجمش نسكت عليه. علاش عزم محمود؟ عزم على السفر، السفر متاع هروب. ولدك محمود يسافر في العام لفرنسا بالمرتين وثلاثة بأمري والخدمتي، علاش المرة هذه يظهر لك مسافر ماشي من غير رجوع؟ البابور في حلق الوادي يا سيدنا، ومن هنا لعشر أيام يشد البار متاع الفرنسيس. هذا فهمته يا محمد. أما أي صدقك شنو؟ أية صدقي يا سيدنا أن ولدي محمود من جملة موثق في البابور برشا صنادق فيهم رسوم مالية، حجج متاع ديون وأملاك، أوامر متاع ولايته، أوامر في صرف الزيت، برشا حاجات أخرين. معناتها محمود ماهوش ناوي على الرجوع. لو كان يا سيدنا جرب تعطيه الأمر باش يسافر، لكن قبل بنهارين ولا ثلاثة تبعث واحد من الثقات يشوف الصنادق اش فيهم، وإذا ما طلعش كلامي صحيح احكم عليا باللي تراه. باهي، انت هاك علمت يا محمد. اتوا ننظر في الموضوع ونعمل اللي راه صالح. عجبك هكا يا سي احمد؟ انا مصدقك ونعرف الخبر اللي يعمل فيه ولدي. اما الله غالب، سيدنا ماهوش مصدق. سيدنا العظمه ما تقول طق الا ما فيها شق. لا عظمه ولا شق. البو مازال ما بردش من شيرة الخصومة اللي بينه وما بين ولده. هذيك هي الهدرة. بلي محمود حب يحل هاك البنك المحنونة. وهو أبوه ولاو كيف العدة. يا أخي نسيت الحكاية كيفاش كبرت. وعمك بن حميدة مشى يلاجي عند قنصل الإنجليز. وكيفاش بعثنا له المرابط. وإحنا بالكبابة والحبابة. والراجل مازالش تصحيح. هو الكبير ما بيناتهم. سيدنا، أنا رأيي كان نخلي الأمر بالسفر عندي. حتى إن بربي يا زين يا أحمد. هي البركة. ولو كان نعمل اللي قال لي عليه بن حميدة ويطلع مثلا منه حد شيء، مش يتسمى خاونة محمود اللي يخدم فيا بقلبه رب؟ وكيف يطلع البو يكذب، نعاقبه ولا ما نعاقبوش؟ إذا كان باش نعاقبه بعد سنين خدمة ولا مش يتسمى عملت لعيبة؟ وإذا سكت عليه مش نحل باب الوشايات؟ اتكلم، مش بيك سكت. مرجين بعث المرسول خير الدين كيما قلت لك. اي لا وصيته مليح باش يرد باله. تهنى بي برا انت توا حبر ما ياخذ السرايا على مين. جنات شنو احوالك سيدي خير الدين؟ الحمد لله. سيدي خزنة دار مازال موصلش؟ الوزير الكبير ما خلالكش وصايا باش تستناه. مرجان قال لي انا اللي قلت له. علاش؟ خاطر حبيت نشوفك. شبيك ما قلتليش علاش؟ علاش؟ خاطر ما يخذا في خاطري منك.
صدرت مني حاجة لقدر الله خاطر ما زار منك شيء. ما فهمتكش؟ تقصد في توق الحمامة؟ لا ما نقصدش توق الحمامة. باقي ما قلت ليش علاش تحب تشوفني؟ حبيت نخطبك مني ليك وعيني في عينك. ما أجراتش العادة نساء تخطب الرجال. حتى أنا قلت ما يجيش وذك علاش بتلك. معناتها لازم نجي نخطبك من سيدي مصطفى؟ ليه تخطبني من خالي الباي؟ يفوت الفوت إذا طولت. الشيخ الإسلام خطب بابا فيا لولده. أنا سيدنا خيار الدين ما نخيرش عليه. أما شنو؟ ما خطبنيش فيها سيدنا. خطبني فيها أنا وأنا عطيتها له. ولا ما حقنيش؟ لا سيدنا. تو هذا كلام اللي تعملوا مبروك سيد انتي خالها والخال والد والرب شاهد. أما خزنة دار تعبتنا بالأمر متاعك. لا سيدنا قاعد نخمش باش نقول الشيخ الإسلام ما خطبني فيها لولده. علاش؟ يا أخي عطيته فيها الكلمة؟ لا وريته لي أنا موافق. أما فهمته زادة لما نجم نعطي كلمتي لما نشاور سيدنا. إيه ملاوين المشكل؟ كله اللي شاورتني وكلمتي سبقت في عطيانها. خزنة دار اللي تعمل مبروك سيدنا. أبعثها عشوية هي وكلثوم تطل علي وتون شاورها مني ليها. كيفاش سيدنا؟ إيه مالا شنو؟ مش نغصب عليها؟ ولازم تكون موافقة وقابلة على الماخذة. الله يبارك سيدنا. يلا كلثوم. نعم سيدي. سيدنا يحبك انت وجنينة تزوروا في القصر. ان شاء الله خير. قالكش علاش؟ يحب يحكي مع جنينة وياخو رايها. سيدنا يحب ياخو راي جنينة فانا موضوع. خير الدين طلب يدها من عند سيدنا. امير اللواء خير الدين؟ اي. حكي مع سيدنا من غير ما يقول لي. وسيدنا موافق. وما قلتلوش احنا عاطين فيها كلمة ولد شيخ الاسلام؟ قلتلو. اما شنو هي الفايدة؟ ايش تجي كلمتي انا قدام كلمة سيدنا؟ هو كي يجي للحق خير الدين مجدون خير من ولد شيخ الاسلام. على القليلة صغير وما عندوش مالي. مش كيما ولد شيخ الاسلام وماليه قد شعر الراس وزيد عاملين فيها لا قبلنا لا بعدنا. شيخ الاسلام كبر وزيد في عيلته ما فماش يكون في قيمته. لو كان يمشي هو تخرج المشيخة من عيلته. شفت كيف رجعت لكلامي؟ هذا مش انا اللي قلته لك. هيا خف روحك ماكش تشوف فين تحط مع سيدك. تصرف. تفضل. اش قولك؟ زعما بنتنا توافق يفرحها على الخبر؟ هذاك اش مازال وهي عندها كلمه ولا راي قدام كلمتك كلمه سيدنا؟ يا عاشقين بعد الحبيب قد زادني عشقا قد زادني يا لا 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 عشقا. قاعدة تفهمها؟ أي الله أي سمعني في العزف العزيز وقت الصوت لحن وي أي اسمح عليك بنتي مرة باش شرقت سلمي حلقي شي احنا بلا فريقي كان بالسيف. كبار على بنتي الحوت عليك. اسمع انتي اعزف وانا تو نغني لك. بي خذ عاد الولي فما وتر طايح شوية ما دام انا وصلت نبل ريقي ونجي. يا عيش بنتي وقت اللي جيت اللي بيه العمدة وضربك القلقة. اسمع نقول لك حاجة العود ما يعدلو كان مولاه. بي خلنا نوصل نبل ريقي ساعة وتنرجع نعدلو وحدي. يا بنتي علاش قايمة؟ هوا دنا قوس حداد بالفلاقي فما أدوناي على بنتي خمسة وخميس على بنتي الغالية. ما قول لي كم اللون خلي نفهم. أي هات هات هاني قلت لك هكا. هي هلا ما تسالش. شبيك شفما؟ لا لا سيدي سيدي شتك خزنة دار؟ سيدي خير الدين هوني في السرايا؟ ليه مش هوني مالا؟ سيدي خير الدين خطبك من سيدنا